الأسبوع القادم لديكم امتحان، مريخ النسب للتسوق. ولكن ماذا عن الامتحان؟ يجب أن ندرس. لدينا 7 أيام للدراسة، لكن دعينا الآن نذهب إلى السوق. لا لا أريد، فلتذهبي مع أحد غيرك. أنا ذاهب. يلا من مملة، سوف أجد شخص آخر. ماري كان نذهب للتسوق. هذه فكرة جيدة. هيا بنا. هيا هيا نذهب إلى التسوق. انظري، يبدو أن هناك فستان جميل. هيا نذهب ونشتريه. هذه اللعبة إنها ممتعة حقا. لا أريد أن أخرج من السرير، فأنا متعبة جدا، سوف أنام. هذا البرنامج مضحك جدا، لا يمكنني التوقف عن الضحك. 1+5=6، 5 ضرب 5 = 25. هل ذاكرتم الامتحان؟ أي امتحان؟ الذي أعطانا إياه المعلم. أعطانا إياه المعلم؟ أجل، منذ أسبوع، وقال لنا أن نذاكر جيدا، فالأسئلة ستأتي صعبة. أوه، لقد نسينا. ماذا؟ عن ماذا تتكلمين؟ أوه يا إلهي، سوف أرسب. ما سنفعل الآن يا تالي؟ هذا الذنب الذي يؤخر مواعيده. معك حق يا جيسي، ما سنفعل الآن؟ خايف، لا أدري، أنا سوف أذهب. هيا ابدأوا الامتحان. لماذا تبكين يا صديقتي؟ لقد رسبت في الامتحان. الجزاء من يؤخر عمله إلى الغد. معك حق، لن أؤخر عملي مجددا أبدا. قلت لك.